وقد استمر الحراك واتضحت أمور واستجدت أمور، فرأيت أن قبل الدعاء أن أقول كلمة في حق المرأة، لأننا سمعنا كلمات مغرضة كثيرة وفي وسائل التواصل الاجتماعي كذلك تراشقات وكلمات مغرضة بالمرأة الفجيجية، وأنا كمرأة سأتدخل لأقول كلمة في حق المرأة. وإن جلست على تسمحوا وكذلك اسمحوا لي بما أنني امرأة أن أخلط في عجنتي بين الشلحة والدارجة والعربية. وردا وتفاديا لمغالطات كلامية ولتراشقات فيسبوكية، كان لزاما أن أعرف بنفسي معبرة عن المرأة الفجيجية في هذه الأزمة العصرية. أنا امرأة بسيطة ككل نساء وكل النساء الواحية، أتيت ليس لدي انتماءات حزبية وليس لدي تطلعات انتخابية وليس لدي أي مصلحة شخصية وليس لدي طرفي في روبينية. وإذا حضرت الفاتورة خلصت ما علي. وإن أتيت إلى ها هنا فلم آتي للفرجة ولا للتسلية. فقد تركت خلفي أشغالا كوزينية وكراكر صابونية، وتركت خلفي أما أو أبا أو زوجا متعبا وشؤون أطفالية. فإن أتيت إلى ها هنا فقد جئت من أجل قضية، وما أدراك ما القضية؟ ولأنني أحمل في قلبي هم الجماعة والرعية. يا صاحب الجلالة، شوف بعين الحكمة وعين الرحمة لهذه الهزالة، سبع قصور وفلالة شدتهم الزلزالة والبلبالة والقلبالة. فيك المنسية ولا سحالة كبيرة، فيك المنسية ولا